عقد مع محمد عبد السلام مدافع بتروجيت مقابل 4 مليون و500 الف جنيه. اللاعب وقع لمده 5 مواسم على بياض، وقال ان هو اختار الزمالك عن اقتناع وعنده طموح بلا حدود، وقال ان هو رحل من دجله مجانا، لكن انتقاله للزمالك ده تعويض على مساله رحيله من دجله يعني بدون مقابل. عندنا اذاعه الداخليه للزمالك بتعلن النهارده عن عقد جمعيه عموميه يوم 30 من الشهر الجاري، ورئيس نادي الزمالك بيقول ان هو يتخذ فيها خطوات مهمه وامور تخص العضويات واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. طارق حامد النهارده التزم في التدريبات اللي اقيمت في القاهره، طبعا وبيتدرب تدريب مع فردي في النادي تحت قياده الدكتور عمرو مطراوي. مستر جروس النهارده ادلى مجموعه من التصريحات عن معسكر المانيا، قال ان المعسكر ساهم في الارتقاء بالمستوى البدني والخطط اللاعبين، وقال لاعبي الزمالك ملتزمين وعندهم رغبه في النجاح وهو سعيد جدا باعمارهم. وقال كمان ان نادي الزمالك يملك مجموعه من اللعيبه المهاريه والعنصر المهاري داخل الملعب بيصنع الفارق، وقال ان اللعيبه دي محمد ابراهيم وابراهيم حسن.